جانا عندها 13 سنة، تمام، وزنها 38.5، 38.8، وده أقل بكتير من الطبيعي. الطبيعي في وزنها يكون 47، تمام، جانا 38، فهي في نسبة نحافة صغيرة، تمام. صباح الخير، انا دكتور ايثار. النهارده هكلمكم عن الدايت او التغذيه عموما في سن المراهقه، اللي هو من اول سن 12 سنه لحد سن 18 سنه. في السن ده بيبقى فيه اختلافات في الهرمونات، فبالتالي شكل الجسم بيبدا يختلف. في ناس جسمها بيبقى ازيد، في ناس جسمها بيبقى اقل. فاحنا النهارده هنتكلم في ازاي نمانج الكلام ده، وازاي نستفيد بالفتره دي في ان احنا نبني جسمنا بشكل صح، سواء كنا هنبقى محتاجين نظبط الوزن بان احنا نقلله او نزود الوزن، ولكن هنشوف ازاي نبني الجسم بشكل صح ومن غير ما يأثر على الفيتامينات او الكالسيوم او الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان الجسم يبني. هنعمل انبادي لجنى دلوقتي. جانا عندها 13 سنة، تمام، وزنها 38.5، 38.8، وده أقل بكتير من الطبيعي. الطبيعي في وزنها يكون 47، تمام، جانا 38، فهي في نسبة نحافة صغيرة، تمام. البادي ماس اندكس بتاعتها برضو أقل من الطبيعي، تمام، وكمية الدهون في الجسم أقل من النورمال. النورمال من 15 لـ 27، فكمية الدهون عند جانا من اول 13، فاحنا محتاجين شوية نزود دهون عند جانا. الفيسرال فات اللي هي دهون البطن اقل بكتير من الطبيعي. قد يبدو ان دي حاجة كويسة، ولكن دي حاجة برضو مش لطيفة، لان بنبقى محتاجين كمية قليلة من الدهون حوالين منطقة البطن علشان تحمي المعدة والرئة والكلام ده، تمام. طيب السكيلتال ماسلز اللي هي العضلات عند جانا تبدو ان هي كميتها كويسة او حجمها كويس، تمام، ولكن الكمية الكويسة دي ليه ظاهرة عندي انها كويسة؟ لان الدهون قليلة، فلما الدهون قليلة هو هيطلع ان هي العضلات مظبوطة، ولكن احنا برضو محتاجين يعني نزود العضلات. اوكي، جانا بتشرب مية كويس، يعني جانا ما عندهاش نقص في كمية المية، تمام، ولكن احنا محتاجين ان احنا نعمل اكتيفيتيز بحيث ان احنا نزود العضلات، تمام. طب يا دكتور انا عندي سؤال لحضرتك. طبعا بالنسبه لجنى انا طبعا خايفه عليها بقى عشان نزول الوزن، يعني تنزل في الوزن اكتر، فانا كده مش هخليها تلعب رياضه، ده صح ولا غلط؟ هو للاسف دايما الامهات بتبقى لو بنوتتها رشيقه شويه زي جنى بتبقى خايفه ان هي تفقد وزن، فبتخليها تقعد ما تتحركش، وده هيعمل لي مشكلتين. اولا مش هيبقى عندها عضلات، فلما تكبر هيبقى جسمها ضعيف. ثانيا هي طول ما هي قاعده هي مش هتجوع، فمش هتاكل، فبالتالي احنا هنفضل في نفس المشكله. احنا ليه محتاجين جانا تلعب معانا رياضه، وليه محتاجين جانا تمشي؟ محتاجين ان هي تمشي عشان تجوع، او تلعب رياضه عشان تجوع، فتبدا تاكل اكل صحي مناسب، تمام، وتبدا بعد كده لما هتجوع هتاكل، فهتبدا تزيد بشكل طبيعي جدا. لكن طول ما هي قاعده مش بتتحرك فهي مش بتحرق، فمش بتجوع، ف احنا يعني احنا مفهومنا غلط. عندنا بنت طبعا رفيعه، فده المفهوم الغلط بتاعنا، لا ما تلعبيش، لا ما تجريش، لا عشان ما تنزليش في الوزن. بالعكس بقى، رفيع اكتر ان هو يلعب، يتمرن سباحه، تتمرن تجري، تنط الحبل، تعمل اي نشاط بحيث ان هي تطلع عضلات في جسمها، لان جسمها ضعيف فمحتاجه العضلات تحمي الجسم. تمام يا دكتور. طب السؤال الثاني، هي عندها نسبة الدهون قليلة جدا، طب نأكلها بقى سمنة وزبدة وقشطة والحاجات دي؟ لا للأسف، لأن في نوعين من الدهون، في دهون مفيدة وفي دهون مضرة. السمنة والزيت والشيبسي والشوكولاتة والدهون المهدرجة دي بتبقى دهون مضرة، فلو احنا أكلناها دهون مضرة، الدهون المضرة دي هتترسب فين؟ هتترسب في البطن. احنا محتاجين كمية دهون قليلة في البطن، ولكن لما الدهون دي تبدا تترسب في البطن هي هتبدا تتخن بشكل غير صحي، مش هيبدا يطلع لها عضلات، هتبدا تتخن من مناطق مش المفروض ان هي تتخن منها، فبالتالي ماشي وزنها هيزيد وهتوصل للوزن المثالي، ولكن جسمها مش هيبقى مظبوط خالص. غير كده الدهون المفيده بتدي نشاط للجسم، زي الاوميجا 3 مثلا. الاوميجا 3 ده
بينشط الذاكره، بيروح بينشط المخ، بيخليها تبقى اكتف. لكن الشيبسي والدهون بتاعت الزيت والدهون المضره دي بتخليها يجي لها هبوط وتنام وتبقى يعني ما تبقاش اكتف. فعشان كده انا بنصح دايما ان احنا هعملها دلوقتي دايت بلان بتاعتها، هناكل دهون مفيده. زي ايه مثلا؟ زي دهون الفول السوداني، زبده الفول السوداني فيها دهون مفيده. تمام. زي دهون زيت الزيتون، زي دهون المكسرات، المكسرات فيها دهون مفيده. ماشي، احنا هندي جانا مثلا معلقه زيت على طبق الرز، ولكن مش هنحط لها بقى كيوب مثلا سمنه، او مش هنحط لها زبده، او مش هنحط لها يعني الحاجات الدهنيه على الاكل، لان دي بتزود يعني هنديها دهون صحيه. هنديها دهون صحيه، وده اللي احنا كلنا محتاجين نعمله، ان احنا نختار. المفروض فعلا كلنا ناكل الدهون الصحيه، لانها بتاثر علينا اثر سلبي، وبنتعب من اقل حاجه، وبتتكون بقى في شرايين، في دهون بتطلع في مناطق معينه مختلفه من الجسم. فانا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بجد انا كل يوم بستفيد جدا من حضرتك. شكرا ليكي، ودي حاجه تساعدني ان انا اقول لك على اي معلومه انت محتاجاها، والفولورز بتوعك يعرفوها، لان احنا دورنا ان احنا ننشر الوعي عن الصحه، يعني الصحه الجسديه، وان الانسان يبقى عارف جسمه محتاج ايه بالظبط. بصي يا جنى، هو احنا هنعمل نظام غذائي، تمام؟ احنا عايزين نزود لك وزنك ونزود لك العضلات بشكل طبيعي، ونزود الدهون شويه بس تكون دهون طبيعيه. فهنبدا نزود الحاجات اللي فيها دهون طبيعيه. زي ايه؟ زي السوداني، الفول السوداني. هندخل في الاكل بتاعنا حاجات فيها دهون مفيده زي المكسرات او زي الفول السوداني. انت بتحبي المكسرات؟ احنا بناخد كل يوم يعني حسمه مكسرات صغيره، هناكلها مع الاكل او كسناك، تمام؟ ده هيدينا الدهون اللي جسمنا محتاجها، تمام؟ وفي نفس الوقت هي حاجه طعمها حلو ومش مضر. دلوقتي دكتور إيثار هتعمل لنا دايت، بس طبعا الدايت بيبقى طويل، فانا هنزله في فيديو تاني منفصل، وهقول لكم كل حاجه في الدايت الدكتور عملتها، علشان ما نطولش عليكم الفيديو. تحبي تقولي ايه؟ مبسوطه جدا ان انا بعمل فيديو معاكي يا شيماء، وان شاء الله هعمل فيديوهات اكتر، والفولورز يكتبوا لك هم محتاجين فيديوز عن ايه، واشوفكم المره الجايه. طيب لو محتاجين اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه عايزين تسالوا عليها، تساقط شعر، بشره، سمنه، نحافه، اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله دكتوره ايثار هتعمل لنا فيديو بده. الانظمه دي انا هنزلها في فيديو لوحدها منفصل عن الفيديو اللي احنا عملناه، علشان طبعا النظام زي ما انتم شايفين كده كبير، فانا هنزل كل نظام لوحده، تمام؟ عشان يبقى الفيديو مش طويل عليكم. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.